السلام عليكم. مرحب فيكم بأول اجتماع، أول لقاء من لقاءاتنا بكورس واجهات المستخدم الرسومية من نشاطات نظام التفاعل المفتوح الـ MOOL. رح نتعرف بعد الأسبوع على ملخص على اللي تعلمناه بالأسبوع الأول عن واجهات المستخدم الرسومية، على الكائنات الأساسية بالواجهات، بالإضافة رح نشوف بعض الأمثلة العملية، وبنهاية اللقاء رح أجيب على أسئلتكم وعلى الاستفسارات والمشاكل اللي واجهتنا بالأسبوع الأول. بالبداية خلونا نتعرف على أداة التطوير واجهات المستخدم الرسومية Guide. لو حطينا Help Guide راح يعطيني شرح للأداة Guide Graphical User Interface Design Environment اللي هي بيئة التطوير وتصميم الواجهات المستخدم الرسومية. هاي البيئة تم إضافتها بنسخة الماتلاب 7.3 قبل النسخ القديمة من الماتلاب كان ما فيها تطوير للواجهات من خلال الأداة جايد. كان يتم إما إنشاء واجهات الرسومية برمجيا أو يتم إنشاء بلغات برمجة تانية مثل الفيجوال بيزك ويتم ربطها مع الماتلاب. لو كتبنا جايد راح تفتح عندي واجهة أو أداة الوصول لواجهة المستخدم الرسومية. بلانك جي يو اي راح تعطيني واجهة فارغة. عندي إمكانية للحصول على واجهات مثل ما شايفين. راح نبلش بلانك جي يو اي الديفولت. عندي إمكانية open existing جي يو اي افتح واجهات قديمة تم إنشاءها مسبقا. بنلاحظ بمجرد ما افتح واجهة جديدة راح يطلع عندي الأداة جايد بالشكل الموضح. الرموز أو الأوبجكت يلي مبينة راح تطلع عندي بالشكل بهذا الشكل كرموز. بإمكاني غير الرموز لأستعرض أسماء بدلا من أشكالها من خلال Show me names in component palette. راح يطلع عندي الكائنات من خلال المؤشر أو هون المربع الأسود اللي مبين إمكاني يكبر وصغر الشاشة. بنلاحظ أنه بعد الشاشة راح يتأخذ بمصفوفة هي الخاصية position اللي هي عبارة عن مصفوفة إلى 4 مدخلات. إذا حطيت على Property Inspector بإمكاني أشوف البوزيشن. راح لاحظ أن مصفوفة X, Y, Width, Height. راح أحدد فيها الأحداثيات X, Y, Width للعرض و Height اللي هي ارتفاع الواجهة. مثل ما أنا شايفين مثل ما كل ما عم تتغير عندي المصفوفة position. وعندي current point رح تحدد لي احداثيات النقطة اللي واقف عليها حسب X و Y. كمان ممكن نشوفها من نفس الخصائص current point. لاحظ عندي X و Y بتغير مع حركة الماوس مع حركة المؤشر بتظهر لي إحداثيات الواجهة الرسومية. عندي التاج
فيجر واحد اللي هي التاج الخاصة بالواجهة الرسومية بشكل كامل، يعني الواجهة ككل. الواجهة ككل عندي إلى تاج فيجر واحد بإمكاني غيره. هذا التاج راح يظهر عندي بأسفل الشاشة على اليسار. بمجرد فتح واجهة المستخدم الرسومية وحفظ الواجهة، نفرض على سطح المكتب راح أحفظ ملف من خلال إيديت، راح يفتح لي هون عم يقول لي عندك بنفس الاسم، راح أرجع أحفظه باسم ثاني. ورجعت على الواجهة، بنلاحظ انه لما اذا كبست على ايديت او ايديتور على الشاشة راح يفتح لي الام فايل الخاص بالواجهة. بنلاحظ تم انشاء ملف ام فايل، راح يحتوي ملف الام فايل بشكل تلقائي بدون ما تحوي الواجهة على اي كائن على التوابع الاساسية الاوبننج اف سي ان والاوتبوت اف سي ان بالاضافة للتابع جي يو اي. تابع جي يو اي هو تابع الخاص بالواجهة ككل. عندي التابع opening FCN هو التابع اللي بيتم تنفيذه عند كل تشغيل للواجهة، عند كل تشغيل للواجهة الرسومية راح يتم تنفيذه. عندي التابع output FCN بنلاحظ هي التوابع الأساسية اللي راح يتم توليدها بمجرد إنشاء ملف الواجهة. لو شغلت البرنامج بنلاحظ راح يفتح لي واجهة رسومية فارقة. بنلاحظ أحد الخصائص المميزة من جي يو اي اوبشن إمكانية تكبير والتحكم بحجم الواجهة أو الريسايز بيهيفير، سلوك تحكم بالقياس. ممكن جعله تناسبي او ممكن بشكل تلقائي راح يتغير مع احداثيات الشاشة او مع حجم الشاشة عند المستخدم. او other use resize function، باستخدام التابع resize function راح يتم يدويا كتابة كود لتغيير حجم الواجهة. راح استخدم التناسبي. بنلاحظ هلا لو رجعت فتحت الواجهة صار عندي امكانية لتكبير وتصغير الواجهة الرسومية. بنلاحظ عندي الـ Align Object أداة محاذاة الكائنات، هلا بنشوفها كمان. أداة محاذاة الكائنات عندي المنيو إديتور منشئ القوائم، يسمح لي أني أنشئ قوائم لواجهتي. فلو حطيت نيو منيو، حطيت ليبل للمنيو نفرض أنه فايل، من فايل عندي إمكاني أعطي تاج، فهو التاج هو طريقة الوصل البرمجي مثل ما راح نشوف لاحقا. فلو اعطيت فايل منيو التاج، عندي هون تسريع الوصول ممكن اختار كنترول مع احد الازرار مبينة. عندي هون الكول باك راح اتركه هلا اوتوماتيك. لو اردت انشاء قائمة فرعية ضمن هالقائمة ممكن نيو منيو ايتم، فممكن خليه اوبن تاج open menu. ممكن اعطيها اداة تسريع على open. لو عملت حفظ وشغلت الواجهة راح الاحظ تم انشاء فايل open control o. بس طبعا نحن مو كاتبين اي شيء بالبرنامج، بالكول باك الخاص بالتابع الخاص بالمنيو، وبالتالي ما حيتم تنفيذ اي شيء. تم اضافة تابع منيو open menu تابع فايل منيو. الفايل منيو هو التابع الرئيسي وبعدين عملنا open menu.
عندي الخاصية tab order editor، خلونا نشوفها بعد ما نضيف كائنات. والتولبار editor اللي هو هذا التولبار كيفية إنشاء نفس الشريط المبين بأعلى الباجر الأداة اللي شايفينها. خلونا نشوف ال object اللي بتيحها الأداة guide. عندي أول شيء البوش بوتوم، البوش بوتوم اللي هو زر الضغط. بنلاحظ فيو كول باكس، في الاستدعاءات الخاصة فيه هي الكول باكس الاستدعاء، والكرييت فانكشن اللي هو تابع الإنشاء، والديليت فانكشن تابع الحذف، ديليت وبوتوم داون فانكشن، وكي كي بريس فانكشن. عندي بالخصائص، عندي هي هون ممكن نشوف كافة خصائصه. عندي الباك جراوند كولور، نلاحظ لو غيرت الباك جراوند كولور، حطيتها أزرق على سبيل المثال، راح يتغير اللون. عندي البينج ديليتد، البيزي انكشن فانكشن اكشن. عندي سي داتا، ايوه تفضل. ايوه تفضل تفضل. المنيو اديتور تمام. وشو والفرق بينه وبين شو؟ ما فهمت عليك السؤال، مو واضح. انه بالمنيو راح تطلع الشريط الادوات العلوي، والبوش بوتوم شو الفرق بين شو وشو؟ كبرمجة انت ممكن يعني يعني ممكن انت يكون عندك مثلا برنامج معالجة إشارة من خلال اوبن. لا واضح واضح صوت، واضح الصوت. من خلال اوبن تجيب مثلا الإشارة اللي عندك، ممكن تاخذها من كاميرا من صورة او حسب التطبيق اللي عندك، وبعدين بالكول باك يعني انت ادخلتها من خلال اوبن، وبعدين بالكول باك تبع البوش بوتوم راح تحط الكود تبع معالجة الإشارة حسب اللي عندك انت. يعني عندك هون كود معالجة او يعني عملية ما راح تقوم فيها، وعندك بالاوبن فانكشن راح تكون له وظيفة مختلفة. يعني هن موضوع متكامل يعني تكامل بالبرمجة الواجهة. تمام، هيك سؤالك؟ تمام. كنا عم نحكي على كان في سؤال انطرح من محمد. ممكن إنشاء كائن بشكل برمجي؟ هلا ممكن إنشاء كائن بشكل برمجي، بس نحن هذا مو موضوع نقاشنا هلا. تمام، كنا عم نحكي على البوش بوتوم، على خصائص البوش بوتوم. نلاحظ الخصائص اللي عندي، عندي مثلا سي داتا، إمكانية تغيير خلفية يعني مثلا ممكن أحط أنا صورة بالبوش بوتوم بدل ما أخلي اللون أزرق من خلال خاصية سي داتا. عندي الكول باك هو الاستدعاء أو التابع أو المهمة اللي راح يقوم فيها هذا البوش بوتوم، راح يكتبها بالتابع أو الاستدعاء كول باك. عندي الخاصية إنابل، بنلاحظ لو عملتها أوف راح يتم إيقاف تفعيل البوش بوتوم. لو شغلت راح لاحظ انه البوش بوتوم عندي اوف، ما عندي امكانية للضغط عليه. بالاضافة عندي خصائص كثيرة،
عندي هون نوع الخط، قياس الخط، لون الخط، بالإضافة لموضع الخط. عندي السترينج هي الكتابة اللي راح تكون على البوش بوتون. ممكن أكتب مثلا صام، أحتم تغييرها وأكتب الشيء اللي بدي إياه. الستايل ممكن بأي وقت غير نوع الكائن اللي عندي، خليه مثلا بدل بوش بوتوم خليه مثلا راديو بوتوم. بشكل مباشر راح يتغير نوعه، راح يصير راديو بوتوم من خلال الخاصية ستايل. ممكن برمجيا نعمل هذا الشيء، هلا نشوف كيف. عندي التاغ هو وسيلة الربط ما بين ملف الام فايل الخاص بالواجهة والكائن. يعني لما يكون عندي أكثر من كائن، هلا عندي هون البوش بوتوم، وعندي مثلا إذا ضفت سلايدر، وإذا ضفت مثلا إيدي تكست، فبملف الواجهة الخاص بالواجهة، الملف الخاص بالواجهة، ممكن أنا أشر على أحد الكائنات الأوبجكت البوش بوتوم أو السلايدر أو الإيدي تكست من خلال خاصية تاج. فهون مثلا بوش بوتوم لو سميته مثلا بوش واحد، وعندي سلايدر سلايدر واحد، وعندي الايد تكست ايد تكست ايد واحد. فبهالطريقة من خلال خاصية تاج راح يصير عندي امكانية لاني اربط واتحكم بكافة خصائص الاوبجكت من خلال برمجيا، وبشير لهذا الكائن بالخاصية تاج. بعد ما اشير له بتحكم بخصائصه، ممكن إيقاف تفعيله، تغيير اللون، تغيير الموضع، تغيير نوعه إلى آخره، حسب التطبيق اللي عندي. عندي كمان خاصية هي الفيزيبل اللي هي الظهور. ملاحظ لو خليتها أوف، إحنا هون عم نشتغل على الإيديت، الإيديت تكست، لو خليتها أوف وشغلت برنامجي ما راح يظهر عندي الإيديت تكست لأنه مخفي. راح اترك هاي الخاصية اوف مثل ما شايفين، خاصية اوف. راح ادخل على الاديتور تبع الواجهة، راح اروح على تابع opening fcn، راح اكتب السطر set handles dot text واحد الخاصية visible on. لاحظوا لما برمجت الواجهة الخاصية تبع اظهار اوف، وكتبت بال التابع opening fcn انه اظهر لي الكائن تكست بمجرد تشغيل الواجهة. فبمجرد هلا اشغل الواجهة، خلينا نرجع نشوف عفوا هذا ايدت واحد وليس تكست واحد، إيدت واحد. بمجرد تشغيل الواجهة هلا بنلاحظ تم ظهور الكائن إيدت تكست، تم ظهوره بسبب كتابة الكود أو السطر البرمجي بالتابع opening fcn. بإمكاني بشكل مشابه من خلال التابع، لو دخلت على الكول باك تبع أو دخلت على الكول باك الخاص بالبوش بوتوم، البوش بوتوم دخلت على الكول باك وكتبت set handles dot edit واحد الخاصية visible، ساويتها off. نلاحظ عند كل تنفيذ هلا لما شغل الواجهة راح يطلع اون، لما اكبس على الصم راح يخفي العنصر الكائن. هلا تعرفنا على الخصائص الرئيسية للعناصر. بنلاحظ هلا لو ضفت بامكاني اضافة عنصر تاني استاتيك من نوع بوش بوتوم،
بالضغط على دبليكيت هنشئ لي مباشرة واحد تاني نفسه بس له تاج مختلف. بإمكاني كمان اكبس دبليكيت انشئ واحد ثالث واحد رابع الى اخره. ممكن من خلال الاداة align object اعمل محاذاة للكائنات. فلو حطيت ال vertical المسافة الفاصلة بيناتهم 6 space خليتها 20 بكسل خليها 30 والهوريزنتال خليتها سنتر. بنلاحظ راح يتم مباشرة محاذاة الكائنات مثل ما شفنا. لو رجعت عملت كانسل ممكن اعمل محاذاة لليسار كلهم راح يجوا بمحاذاة اليسار. ابلاي بنلاحظ كلهم راحوا على اليسار. عندي كمان التاب اوردر اديتور بنلاحظ هون بيتم وضع الكائنات بالترتيب اللي راح يتم استدعائهم وقت تنفيذ الواجهة من خلال الزر تاب موجود بيسار الكيبورد. فلو شغلت هلا الواجهة بالوضع الحالي راح لاحظ عن تنفيذ كتاب كبس التاب حدد لي البوش بوتوم الاول، كبس التاب حدد لي السلايدر يفترض، كبس تاب حدد لي الايديت تكست، كبس تاب حدد لي البوش بوتوم التالي وهكذا. هلا لو رجعت لهي الاداة بامكاني اتحكم بالكائنات تمام. بامكاني اتحدد بترتيب الكائنات مثل ما شايفين. احط الايديت تكست اخر شيء وراح احط الراديو قبل الاخير. راح نفذ هلا الواجهه. لاحظ انه عند اول ضغط للتاب حط على البوش بوتوم الاول، الضغط الثاني مره حط على البوش بوتوم الثاني، البوش بوتوم الثالث والرابع وهكذا. خلونا نشوف البانيل او اللوحات. رح تسمح لي البانيل انه انشئ مجموعة من الكائنات كلياتها رح احطها ضمن البانيل وبالتالي رح تكون ابناء للوحة. كيف ما تحركت اللوحة او كل رح تتحرك معها وكل الخصائص اللي رح تنطبق على اللوحة رح تنطبق عليها بشكل مباشر. بنلاحظ كافة الكائنات راح تتحرك بشكل مباشر مع اللوحة. لو جعلت من خصائص البانيل خليتها اوف الفيزيبل اوف بنلاحظ راح تكون مخفية. راح اجعل التاج تبع البانيل هو يو اي بانيل 1 لو جعلت البوش بوتوم الأول مسؤول عن جعل اللوحة مخفية UI panel 1 مخفية والبوش بوتوم الثاني مسؤول عن إظهار البانيل بنلاحظ اول ما شغل الواجهة راح تكون مخفية. اذا كبست هون ظهرت الواجهة مع كافة الكائنات اللي داخلها السلايدر والبوش بوتوم. كبست الصم الاول رد خفى لي اياها. بنلاحظ الكائنات عم تكون عم تظهر وتختفى مع ضغط البوش بوتوم. هاي الخاصية بالبرمجة اسمها البرمجة المقادة بالحدث، يعني بمجرد أن أضغط على الزر راح يتم تنفيذ الحدث الموجود بداخله. بالنسبة لإيد التكست فلما ضغطت على الصم اللي هي مسؤولة عن إخفاء الإيد التكست تم اختفائه. هو عم بنلاحظ لو رجعت على الصم على الفانكشن 4 ضفت 6 handles
دوت إيديت واحد فيزيبل هون، وشغلت الواجهة. لاحظ عند أول تشغيل هذا عم يخفي الـ Edit Text، عندي عنصر راح يخفي وعنصر راح يظهر. بنلاحظ العنصر صم أو الكائن بوش بوتوم راح يتم إظهار الـ Edit Text مبينة. عندي كمان خاصية تانية اللي هي الإنابل، خلونا نشوف برمجيا كيف ممكن نساويها. فلو كان عندي البوش بوتوم المبين، أو خلونا نروح على البوش بوتوم هاد، لو حطيت من خصائصه إنابل أوف، ورحت على الإديتور ومن خلال الكائن بوش بوتوم 3 أو على 4 عملت ال set handles دوت. عندي هون هاي نغيرها، راح تكون البوش واحد والخاصية enable احساوية on. بنلاحظ هلا الكائن اوف، لو ضغطت راح يتم اظهار هاي الواجهه حسب الكود المكتوب. الصم الثاني راح يتم تفعيل الكائن، بعد تفعيله عندي امكانيه لاخفاء الواجهه. ممكن بنفس الوقت اكتب بالكود تبع البوش بوتوم ثلاثة أو واحد عفوا، خليه بمجرد ما ينكبس عليه يصير هو نفسه بوش واحد إنابل أوف. نلاحظ هلأ راح يتم إظهار الواجهة، تفعيله راح يتم إخفاء الواجهة، مباشرة راح يتم إنابل أوف. مع مفعل صار اوف، اظهار اللوحة، تفعيل العنصر، اخفاء البانل. عندي الراديو بوتوم اللي هي ازرار الخيار، راح تاخد قيمتين اما واحد او صفر. عندي طريقتين لاختيار راديو بوتوم واحد من مجموعة أزرار، خلوني أعمل دبليكيت. خلال align عملت محاذاة، تمام. هدول الثلاثة راديو بوتوم بإمكاني حطهم بوتوم جروب بانيل، بوتوم جروب، وحط هدول الثلاثة راديو بوتوم بهي البانيل. بنلاحظ بشكل تلقائي واحد منهم راح ياخذ القيمة صفر واحد، وال كائنين التانيين رح ياخدوا القيمة صفر. لاحظوا هون الثلاثة كانوا اخدين قيمة صفر، لو ضغطت على الخصائص رحت على الفاليو رح لاحظ انه قيمة الفاليو صفر.
القيمة الفاليو صفر. نفس الشيء للكائن الثاني، لو كبست على الخصائص ورحت للفاليو راح لاحظ أن قيمة الفاليو صفر. والثالث نفس الشيء، بمجرد سحبهم لداخل البوتوم جروب بنلاحظ العنصر الأول أخذ القيمة واحد، مجرد دخول على خصائصه بشكل تلقائي تم تغيير القيمة من صفر لواحد، والكائنين الثانيين أخذوا القيمة صفر بمجرد تشغيل الواجهة. رح لاحظ أنه عندي إمكانية تفعيل راديو بوتوم واحد. هي أحد الطرق للتحكم بأزرار الضغط أو أزرار الخيار. عندي طريقة تانية دون استخدام البوتوم جروب، بكتب بالكود البرمجي الكول باك الخاص بكل واحد، أنه لما يكون ياخد هذا قيمة أعظمية واحد يجعل القيمة الفاليو للكائنات الثانية صفر، مثل ما شفنا بأحد الفيديوهات مشروح هاي الطريقة. عندي بعدين التشيك بوكس اللي هو صندوق الخيار، مثل ما شايفين عندي إمكانية انه وضع الإشارة الصح انه تفعيل الصندوق. هذا الكائن كمان بياخد قيمتين صفر او واحد، وممكن يعني استخدامه بأكثر من طريقة. مثل ما شايفين عندي الكول باك الخاصة فيه، عندي 5 كول باك والكرييت فانكشن والديليت فانكشن. نلاحظ عندي الراديو بوتوم عندي كمان 5 الكول باك 5 توابع، ونفس الشيء البوش بوتوم والإيديت تكست والسلايدر. نلاحظ كافة هالكائنات لهلا 5 الكول باكس الخاصة فيها أو استدعاءاتها، 5 استدعاءات. نشوف الستاتيك تكست، هو عبارة عن نص ممكن أظهر فيه كتابة، ممكن أحط فيه شرح، ممكن أحط فيه أي شيء. وهذا الستاتيك تكست ممكن استخدمه لإظهار النتائج، ممكن استخدمه يعني ممكن عدة تطبيقات استخدمه، وممكن كمان غير بأي وقت نوعه من خلال خاصية ستايل وغيره من تكست لأي نوع تاني. بعدين عندي البوب أب منيو القوائم، ممكن إنشاء قوائم من خلال كتابة القوائم اللي عندي بالخاصية string. فلو حطيت مثل ما شايفين راح يتم إظهار 4 قوائم، الشكل مبين. مجرد اختيار إحداها ممكن ننفذ كود برمجي مكتوب ضمن البوب أب منيو. عندي بعدين list books، بنلاحظ راح تظهر لي مجموعة من كمان قوائم بس طريقة عرض مختلفة. هون صندوق قوائم، هني قائمة منسدلة، أما هون عندي صندوق قوائم. بنشوفها هي كتير بصفحات الويب، إنه اختيار أحد الأسطر من القائمة راح يفتح لي قائمة تانية، راح يفتح لي قائمة ثالثة من نفس النوع list books. عندي التوجل بوتوم، هو عبارة عن زر ذو وضعيتين راح ياخد قيمة صفر أو واحد. لما يكون مضغوط الزر راح ياخد القيمة واحد، لما يكون غير مضغوط راح ياخد قيمة صفر. الفرق بينه أنه هون راح يكون الزر ذو وضعيتين، أما البوش بوتوم راح يكون وضعية واحدة، أما التوجل بوتوم راح يكون زر ذو وضعيتين.
يعني عملية منطقية 0 1. نلاحظ كمان هون عندي 5 استدعاءات توابع، 5 توابع. عندي list books كمان 5 توابع. الويب اب منيو كمان 5. عندي التابل او الجداول مثل ما شايفين، عندي امكانية انشئ جداول. ممكن توضيح السؤال، زر التوجل بين ينفذ عند الكبس أو عدمه. تمام، ممكن يعني يكون الكتابة إنه هي بنشوف، حنشوفها كيف ب راح نشوفها بال بخوارزمية برمجة الكائن. بنلاحظ انه راح اقول له ان اذا قيمة التوجل بوتوم 1 منطقي او ماكس اعطي ينفذ الكود، يعني ينفذ عملية ما، واذا كانت قيمة التوجل بوتوم 0 يعني غير مضغوط راح ينفذ عملية تانية. عندي التابل كما شايفين، بنلاحظ هون عندي 6 توابع كول باكس. هون راح نضاف السيل ايديت كول باكس، السيل ايديت كول باك والسيل سيلكشن كول باك. بنلاحظ بعدين عندي، هلا نرجع للبوتوم جروب بنشوفها. عندي الاكسس اللي هي المحاور، تستخدم لإظهار الصور، لإظهار ممكن إظهار الفيديو، ممكن إظهار رسوم بيانية سواء ال 2D يعني الجرافيكس بشكل عام، كل شيء جرافيكس بيتم إظهاره بالأكسس. بنلاحظ الكول باكس خاصة فيها، عندي 3 كول باكس، كرييت فانكشن وديليت فانكشن والبوتوم داون فانكشن. عندي البانل جروب، البانل جروب مثل ما ذكرنا راح نحط فيها الراديو بوتوم. هلا وقت انا راح احط الكائنات الراديو بوتوم ضمن البوتوم جروب، راح يتم برمجة هالكائنات من خلال تابع selection change function. selection change function ما عاد عندي يعني ما عاد في عندي امكانيه لبرمج كل عنصر كل كائن من خلال كول باك الخاصه فيه. bottom group UI panel 3 manage the call backs of this radio bottom 4. يعني التحكم بالراديو bottom صارت عن طريق البوتوم جروب من خلال التابع selection change function. مثل ما شايفين هون لو دخلت على على الكول باكس هاد راح يشرح لي اتش اوبجكت هاندل تو سيلكتد اوبجكت ان يو اي بانيل 3، يعني راح تشير على الاتش اوبجكت اللي هي هاي، راح تشير على الكائن اللي تم اختياره من البوش من البوتوم جروب اللوحة هاي. عندي هاي اللوحة هلا ما بقدر اقارن بين البانل والبوتوم جروب، لانه لو حطيت انا بالبانل راديو بوتوم بنلاحظ ما راح استفيد شيء. استخدام الراديو بوتوم بيتم بالجروب بانل لان ازرار خيار بيتم استخدام واحد، وبالتالي البانل اللوحات شيء منفصل تماما ومختلف عن البوتوم جروب.
لو رجعنا على التابع selection change function، بنلاحظ عندي الهاندل او الاتش اوبجكت اللي راح يتم الاشاره الى الاوبجكت الموجود ضمن اللوحه اليو اي بانل 3 اللي هي البوتوم جروب. عندي الايفنت داتا ستراكشر ويز فولوينج فيلد، الايفنت نيم عم يقول لك هون string selection change read only للقراءة فقط. عندي ال old value وال new value راح يتم تغيير القيمة من 0 ل 1 للعنصر. بنشوف أكثر من خلال الأمثلة. بنلاحظ عندي بالتابع opening FCN، نلاحظ بكل واجهة في عندي هدول السطرين. دائما كل واجهة عندي هدول السطرين choose default command line output for GUI handles dot output تساوي h object. راح يتم عند كل تنفيذ للواجهة مثل ما قلنا التابع opening FCN راح يتم تنفيذه عند أول عند تشغيل الواجهة، راح يتم التأشير للواجهة راح يتم ظهورها. فهون بنلاحظ البنية هاندل راح تشير الاوتبوت وراح يتم اظهار الواجهة الحالية. اما ابديت هاندل ستراكشر راح يتم تخزين كافة معطيات الواجهة بالبنية هاندل، والجي يو اي داتا يعني عندي بنيتين او تابعين اساسيين. الجي يو اي داتا راح يحتوي على معطيات الواجهة، والهاندلز داتا راح يتم تطوير بشكل مستمر لمعطيات الواجهه. وبالتالي جي اي اتش اوبجكت والهاندلز هالسطر البرمجي راح يسمح لي بشكل مستمر بتطوير محتويات وبيانات الواجهه. وبهي الطريقه مستقبلا راح نشوف كيف ممكن نربط بين الواجهات، كيف ممكن نشارك المعطيات. مثل ما هو معروف للجميع انه الفانكشنز بيتم الكائنات اللي بالفانكشن راح تتم قيمها محصوره بهذا الفانكشن، يعني استخدام كائن ضمن الفانكشن راح يكون خاص بهذا الفانكشن، ما راح يسمح باستخدامه ضمن فانكشن ثاني. وهون بتجي اهميه استخدام التابع جلوبال. فلو عرفت جلوبال A بنلاحظ تم تغيير اللون بشكل تلقائي. هون ما قبل كأنه الـ A، رح أقول له global B. وين أعرفه؟ بوش بوتوم. تمام، استخدام الجلوبال هو عم يعطيني warning أنه الجلوبال or variable might be، تمام يقول لي هون أنه الجلوبال variable might be unused، يعني عم يقول لي أنا مستخدمه. فأنا هلا ما عندي مشكلة لسه ما استخدمته، فمشان هيك عم يعطيني تحذير. فكتابة global B global C راح يتم جعل المتغير الفاريبل بي وسي متشارك ما بين فانكشن الاول اللي هو الفانكشن الخاص بالبوش واحد بوش بوتوم واحد والجلوبال بي وسي. فتم مشاركة المتغيرين فاريبل بي وسي ما بين السلايدر واحد والبوش بوتوم واحد، يعني مجرد تغيير البي بالبوش بوتوم واحد راح يتم تغيير قيمتها مباشرة ومشاركتها مع السلايدر واحد. طبعا التوابع الثانية ما راح تشوف اي تغيير ولا راح تشوف انه في متحولين variable 2 variable b و c. هذا كل شيء بيتعلق بالكائنات الخاصة بالواجهة. طبعا مثل ما شفنا كل كائن له طريقة لبرمجته مختلفة. فمثلا احد طرق برمجة القوائم البوب اب منيو من خلال السويتش او ممكن كمان من خلال الاف والاف ال else if، ممكن كمان برمجة الراديو بوتوم بهالطريقة. عندي التشيك بوكس بتاخد قيمتين اف الفاليو ماكس او واحد منطقي، وعندي الراديو بوتوم نفس الطريقة اف واحد منطقي او ماكس else صفر منطقي او مينيموم. ايوه تفضل.
ايه طبعا تمام. تمام. بالنسبة للاكتيف اكس كنترول، هي اول شيء هي الأداة متاحة فقط لمستخدمي الماتلاب على نظام التشغيل ويندوز على منصة البلاتفورم تبع الويندوز، يعني على لينوكس والماكنتوش الاكتيف اكس كنترول ما في امكانية لاستخدامها. الاكتيف اكس كنترول راح تسمح لي انه اربط واجهتي او يعني انشئ كائن، هذا الكائن راح يستدعي كائنات او ملفات من لغة برمجة تانية او من اي ملف تاني، مو شرط لغة برمجة، من اي ملف تاني. مثل هم مثلا مو شايفين عندي SQL، ممكن يكون عندي قاعدة بيانات SQL ممكن شاركها مع الواجهة، ممكن يكون عندي ملف فيديو مثلا بدي استعرضه بالواجهة من خلال ويندوز ميديا بلاير، راح يصير راح يحط لي ويندوز ميديا بلاير بالواجهة. انا بمجرد ما احط مسار ملف الفيديو اللي بدي شغله، حدد له مسار ملف الفيديو، هم مثل ما شايفين لوكيشن، بحدد له المكان، بيتم استعراض ملف الفيديو. عندي إمكانية لاستخدامها ويب براوزر للتصفح الانترنت مثلا. عندي كمان سيلفر لايت كتشغيل ملفات فلاش وإلى آخره، يعني إلى تطبيقات كتيرة. ممكن فتح مخططات، فتح ملفات بي دي اف، ممكن فتح مخططات اوتوكاد، يعني حسب التطبيق اللي عندي ممكن اربط الاكتيف اكس. ممكن اذا كبست على الهلب نشوف شرح تفصيل الاكتيف اكس. مثل ما شايفين هون بروجرامينج ان اكتيف اكس كنترول، بروجرامينج يوزر انترفيس كنترول تو ابديت ان اكتيف اكس كنترول. فلو ضغطت على البروجرامينج اكتيف اكس، انا بشرح الكائنات وعلى الواجهات بشكل عام، او عندي هون كيفية برمجة الاكتيف اكس. مثل ما شايفين هون اعطي مثال بسيط، تمام. كمان ممكن نشوفها بالأمثلة، تمام. واضحة الكائنات بشكل عام كلها بشكل كامل، الخصائص، الأدوات العلوية كلها اللي بالأعلى بالتول بار، شفنا الالاين اوبجكت، شفنا المنيو اديتور محرر القوائم، شفنا التاب اوردر اديتور والتول بار اديتور، شفنا كيف ممكن اوصل الملف الام فايل الخاص بالواجهة، شفنا خصائص كل كائن. بالاضافة عندي الاوبجكت براوزر اللي هو متصفح الكائنات، راح يعرض لي كل الكائنات اللي عندي بالواجهة خلال متصفح الاوبجكت. شو الفرق بين الكول باكس، بين توابع الكول باكس لكل مكونة؟ هلا حسب المكونة، يعني هلا هون مثلا، تمام. هلا مثلا اغلب مثل ما شفنا قبل، اغلب الاوبجكت بتشترك بالتوابع الكول باكس الخمسة، اللي هي الكول باك اللي هي الاستدعاء اللي بيتم تنفيذ فيه الكود البرمجي او الخوارزمية البرمجية للشيء اللي بدي اقوم فيه. عندي الكرييت فانكشن او تابع انشاء، الكرييت فانكشن هو تابع انشاء الاوبجكت اللي عندي. عندي ديليت فانكشن بالعكس تابع الحذف، بوش كي بريس وبوش بوتوم ما عندي فكره عنهم تمام، هدول اخر اثنين بس، يعني تقريبا تطبيقهم ما لهم تطبيق كثير ببرمجه الواجهات. اما مثل ما شفنا بالبوتوم جروب، عندي امكانيه عندي هون التوابع الأساسية الكرييت والديليت، عندي هون السيليكشن تشينج فانكشن، وظيفتها هون برمجة الكائنات الموجودة داخلها. بنلاحظ عندي الفانكشن ريسايز فانكشن مثل ما قلنا للتحكم بحجم الواجهات.
نحن بيهمنا بشكل أساسي الكول باكس العام، بس ببعض التطبيقات ممكن يلزمنا الكول باكس الأول، كول باك الاستدعاء العام للكائنة، بس ممكن بعض التطبيقات اضطر استخدم توابع تانية. يعني ممكن مثلا بكثير من الأحيان بضطر أنه اكتب بال opening FCN جزء منيح من البرنامج، هو تابع الإنشاء، تابع التنفيذ اللي بيتم، تابع اللي بيتم تنفيذه عند أول تنفيذ محتوى، عند أول تشغيل للواجهة. عندي كمان تابع تاني هو الكلوز فانكشن، يمكن هذا مو دائما بيظهر. تمام، هو من عندي تابع اسمه كلوز ريكويست فانكشن اللي هو تابع إغلاق الواجهة، كمان ممكن اكتب فيه. بنلاحظ بلاحظوا راح يحتوي على ديليت اتش اوبجكت، الاتش اوبجكت هون الواجهة، راح يتم إغلاق الواجهة. فبمجرد اختيار ممكن انا هون اكتب له مثلا عند اغلاق الواجهة يظهر لي شيء محدد وينتظر بعدين يغلق الواجهة. بنلاحظ عندي الكول باكس تبع الواجهة ككل اكتر من عندي الريسايز فانكشن يلي راح تتحكم بحجم الواجهة، عندي الكرييت فانكشن، ديليت فانكشن، والبوتوم داون. عندي عدة استدعاءات لوظائف مختلفة. بنلاحظ احد الملاحظات المهمة انه لو عندي اكثر من بانيل باللوحة بالواجهة، نفرض انه عندي هاي البانيل وراح اعمل دوبليكيت لبانيل تانية، وكان عندي عنصر اكسس كبير راح اعطيه حجم كبير، نلاحظ راح يكفي الواجهه ككل. لو كنت انا بدي احطه خلفيه مثلا للواجهه، عندي من خلال لاي اوت امكانيه ل سند تو باك، نلاحظ راح يتم وضعه بالخلف، خلف كافه كائنات الواجهه. عندي امكانيه برينج تو فرونت، برينج تو باك، برينج فورورد، وبرينج باكورد. عندي من الفيو امكانيه اظهار التول بار واخفائها، والستاتس بار اللي هي باسفل الواجهه، بنلاحظ كانت طلع عليها الخصائص اختفت، هلا رجعت طلعت. عندي الايديت خصائص عامه، عندي الران للتشغيل الاين اللي شفناها، الجريد اند رولر اللي هي راح تظهر لي الشبكه، بنلاحظ الرولر ظهرت لي المسطرة، الجريد مفعلة ظهر الشبكة، ممكن اتحكم بحجم مربعات. بنلاحظ مثلا لو جعلتها 10، لاحظوا كيف صار حجم الشبكة صغير، ممكن ارجع كبرها، رجع الديفولت هي 50. هي السناب مشان حدد يعني سناب من معناها، طبعا فينا نحط خلفية. وعندي الجريد شفناها، المنيو شفناها، التاب اوردر، جي اي اوبشن، جي اي اوبشن حكينا على الريسايز بيهيفير. عندي الخيار الثاني الكوماند لاين اللي هي امكانيه، تمام، عندي هون امكانيه توليد ملف الواجهه. لا، عندي الكوماند لاين هي بنحكي عليها لاحقا، بنشوفها بوقت ثاني. عندي الجنريت فيجر، عندي هون خيارين، اما جنريت figure file and matlab file راح يتم توليد بشكل تلقائي ملف الام فايل وملف الفيجر، generate callback function prototype و GUI allow only for instance to run و use system color scheme for background. بخلال تفعيل هذا الخيار راح يتم توليد الواجهة وتوليد ملف الام فايل بشكل تلقائي. اما لو اردت توليد الواجهة فقط، generate figure file only راح يولد لي ملف الواجهه، ملف figure، وراح يكون انا المسؤول عن كتابه ملف الام فايل. هلا غالبا باستخدام الجايد يتم توليد الجايد مع الفيجر فايل مع الام فايل. هي تقريبا كافه الخصائص والخيارات المتعلقه بالواجهات. هون عندي اخر شيء show file extension in windows title، يعني مثل ما شايفين انه
انا بالويندوز بشوف دوت فيجر او دوت ام، وشو فايل باث ان ويندوز تايتل، ممكن اشوف مسار الملف، واد كومنتس فور نيولي جنريتد كول باكس. الكومنتس اللي هي مثل ما شفنا لما اضغط على اي عنصر روح على الكول باكس، على الكول باك راح لاحظ الكومنت اللي هي هي. بما اني انا مفعل امكانية توليد الكومنتس عندي، فبمجرد انشاء كائن راح يتم توليد التعليقات. لو قمت التفعيل وانشأت كائن بوش بوتون، دخلت على الكول باك، راح لاحظ تم انشاء الكول باك بدون اي تعليق، ما في عندي اي شرح، فقط التابع. تمام، في اي سؤال؟ ايوه تفضل محمد. شو قصدك؟ ما فهمت عليك، انه ملف تنفيذي؟ ما كمان ما فهمت عليك. تمام، تمام. انت مكان ما حفظته اول شيء نحن وقت كبست بدك تفتحها يعني بدون ماتلاب؟ قصدك انه تفتح الواجهة بدون ماتلاب؟ تمام، هلا هذا الشيء رح نشوفه لاحقا باذن الله من خلال، تمام تمام. هلا بنسخة الماتلاب 2012 عندي ما يسمى بالابليكيشن، بال 2012 بي طريقتها مختلفة عن ال 2012 A والنسخ اللي قبلها. نسخة الماتلاب 2012 بي عندي من خلال الابليكيشن بالاعلى عندي تول بوكس تسمى او اداة تسمى الماتلاب كومبايلر. من خلال الماتلاب كومبايلر بامكاني حول اي برنامج، اي واجهة تنفيذية لملف EXE. راح نشوفها يعني لاحقا وقت ننشئ مشاريع، راح نشوف كيف ممكن انه هي الواجهه اعملها ملف EXE. طبعا ممكن ساويها كمان مو بس EXE، ممكن ساويها ولدها ملف جافا، ممكن لملف دوت نت، ممكن لملف ممكن لسي، وشاركها مع يعني اخذ الواجهه ونفذها بلغه برمجه ثانيه، وبالتالي تسمح لي باني اربط ما بين عدة لغات. يعني ممكن اخذ الواجهة، اخذ برنامج بسيط وظيفته انه بس يرسم لي مثلا جرافيكس 2D او 3D، دخله على 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 الفيجوال، على الفي بي الفيجوال بيزك، اكتب كود سي، اخده صدره حطه بقاعدة بيانات SQL، وتعامل من قاعدة البيانات ارسم جرافيكس اللي عم يرسم لي اياه الماتلاب. بنشوفها كمان لاحقا كيف ممكن نحول الملف الواجهة الرسومية عندي لأي شيء. طيب هلا بعد المحاضرة برفع لكم ملف PDF بسيط لهذا الموضوع. بس ملف PDF مساوي على النسخة القديمة من الماتلاب، مو على نسخة 2012 بي. هلا في اي سؤال لحد الان؟ طيب بالنسبه للجزء الاول والاسبوع الاول والاسبوع الثاني، الامثله اللي كانت موجوده والشرح النظري اللي محطوط، في اي سؤال عليه؟ كله واضح؟
تمام. طيب خلونا طيب راح أجاوبك بعدين بنشوف الصفحات واحدة واحدة. ما في مشكلة. لا هون بالاستدعاءات مثل ما شفنا تعرفنا على بشكل عام على الاستدعاءات، هون أنواع الاستدعاءات ووظيفة كل استدعاء. شفنا مثل ما شفنا هلا كل عنصر له مجموعة من الاستدعاءات، هون عم يحط لي وظيفة كل استدعاء. عندي بعدين ملفات الواجهة المستخدم، مثل ما قلنا عندي الملف ام فايل وملفات الفيجر فايل. عندي الملفات الخاصة بالواجهة اللي عن تهيئة الواجهة، بتظهر عندي مثل ما شفنا عندي الكومنت كيف ممكن فعلها والغيها. عندي تهيئة الواجهة وتابع الافتتاح، عندي وتابع الخرج، بالإضافة لاستدعاءات الشكل والمكونات كلياتهم شفناهم تعرفنا عليهم. صياغة اسم الاستدعاء ووسطائه، هون سؤالك محمد. تمام. عندي هون مثل ما قلنا صياغة اسم الاستدعاء وسطائه، تسمية توابع الاستدعاء، كيف شفنا كيف ممكن نسمي التابع البوش بوتون من خلال خاصية تاج، وشفنا الخاصية تاج، شفنا تغيير خاصية الاستدعاء كلها تعرفنا عليها هلا، وشفنا تمام وسطاء الدخل والبنية هاندلز، تعرفنا على البنية هاندلز مثل ما قلنا وظيفتها، حكينا على وظيفتها. تمام. وسطاء الدخل ال H object اللي هتصير تشير للكائن حسب التابع، مثلا لما شفنا التابع close FCN أو close function كان وسيط الدخل عندي ال H object اللي هو الواجهة. أما لما بدي أحط H object، يعني ال H object بتختلف حسب المكونة، مثل ما هون عم يقول مقبض المكونة أو العنصر الذي يتم تنفيذ الاستدعاء، يعني لما نفذ الاستدعاء رح نفذه لمكونة ما، فال H object بيشير عليها غالبا وليس دائما، يعني ممكن يشير عليها ممكن يشير لغيرها، بس يعني بشكل عام راح يشير لمكونة ما. ال event data تحجز لاستخدامات لاحقة، هي غالبا ال event data راح تكون خاصية راح يتم الربط، يعني راح يتم تفعيل التحكم فيها. وال handles مثل ما شفنا هي بنية تتضمن مقابض العناصر في الشكل، يعني هتكون وظيفتها تأشر، والبنية هاندل راح تأشر لي على أي شيء مختلف بالواجهة، ممكن تأشر على الواجهة، ممكن تأشر على أي كائن فيها، ممكن تأشر على مجموعة كائنات. البنية هاندل ينشئ جايد للبنية هاندل تتضمن مقابض كل العناصر في الشكل. تمام. وهي الصيغة العامة للبنية. عندي هون استدعاء التهيئة، عندي تابع الافتتاح الـ opening function هي الشكل العام تبعه، شفنا كيف ممكن اظهر وكيف ممكن الغي التعليقات. عندي هون وسطاء الدخل للتابع. تمام. ايوه محمد تفضل عم اسمعك. ما بتفرق هلا بشكل عام، بشكل عام كل تابع له وسطاء دخل. نحن هلا هون عم نحكي على التابع الافتتاح الـ opening function، بهي الفقرة الحكي عن الـ opening function، هون الشرح لوسطاء الدخل لهذا التابع. فوق كنا عم نحكي على الاستدعاءات بشكل عام، أو لا فوق كنا عم نحكي العنوان العام كان صياغة اسم الاستدعاء ووسطائه. وسطاء التابع الاستدعاء، عندي وسطاء الدخل هي اتش اوبجكت والايفنت داتا والهاندلز. يعني كنا عم نحكي اول شيء على الاستدعاءات بشكل عام، هلا عم نحكي على استدعاء تهيئة الواجهة. فعندي التابع اوبننج اف سي ان اخذت منه وسطاء الدخل، وعم نحكي هون على وسطاء الدخل. عندي التابع اوبننج اف سي ان وسطاء الدخل اللي يفترض تكون الاتش اوبجكت اللي هي الواجهة، الايفنت داتا خصائص الواجهة، والهاندلز اللي عم تشير على شيء محدد. بنلاحظ عندي البوسيشن تمرر وسطاء سطر إلى تابع الافتتاح،
إذا قمت بفتح الواجهة مع زوج خاصية قيمة، الخاصية أن الواجهة تفتح بخاصيته. على سبيل المثال فهون عندي الماي جي اي الخاصية بوزيشن، مثل ما شرحت بناء بداية المحاضرة، الخاصية بوزيشن اللي هي راح تكون راح يعني تحدد حجم الواجهة بالأبعاد الأربعة اكس واي ويدز والهايت، فهي راح حتعيد مصفوفة، هي المصفوفة راح تتضمن اكس واي وعرض الواجهة وارتفاع الواجهة. فلو حطيت أنا بخصائص التابع البوزيشن راح يتم تعديلها حسب هي حسب يعني المصفوفة يتم إدخالها. يفتح الواجهة جي اي في المكان المخصص حيث أن بوزيشن هي خاصية شكل قانونية، لأنها إحدى خواص الشكل القياسية. إذا كان وسيط الدخل ليس خاصية شكل قانونية فإنه يجب عليك أن تضيف شيفرة يتابع الافتتاح لكي تتمكن من استخدام هذا الوسيط. يعني معنى هذا الحكي أنه هذا الشكل المتعارف عليه لحجم وتحديد مكان الواجهة، أما لو بدي أخرج عن هذا الشكل فأنا مضطر أني أعرف تابعي الخاص وأشرحه للواجهة وبعدين نفذه مشان ما يعطيني أخطاء. تمام؟ واضح تمام، واضح كله. عندي هلا شفرة القالب الأولي مثل ما شرحت قبل شوي، الهاندلز دوت اوتبوت يضيف عنصر اوتبوت الى البنية هاندلز ويخصصها بقيمة الدخل اتش اوبجكت التي تكون مقبض الشكل. اما الجي اي داتا اللي هي مثل ما قلت قبل شوي الهاندلز راح يتم احد حافظ يعني حتم يعني كل ما عم ضيف مدخلات معطيات للواجهة عم يتم تخزينها بالبنية هاندلز. الجي اي داتا راح تحافظ على هاي البنية وعلى محتوياتها لمشاركتها بين المعطيات. يعني هون يخزن البنية هاندلز، يجب ان تستخدم جي اي داتا لتخزين اي تغييرات تنفذها على البنية اتش اوبجكت. يعني التغييرات راح تصير بشكل عام على الواجهة من خلال بنية اتش اوبجكت، والجي اي داتا راح تخزن هذا التغيير. تابع الخرج تسمية القالب الأولي عندي هون. تمام، هون تعرفنا على الاستدعاءات، تعرفنا أول شيء على واجهات المستخدم الرسومية، بعدين تعرفنا على المفاهيم العملية. شفنا كيف ممكن نبرمج زر الإغلاق، شرح نظري كان خطوات إنشاء واجهة رسومية تحوي زر إغلاق. بعدين تعرفنا على الكائن بوش بوتوم، شفنا كيف ممكن أعمل برنامج جمع عددين بسيط. تعرفنا على الكائن بوب أب منيو أو على القوائم. تعرفنا على الكائن راديو بوتوم كيف ممكن برمجته، وشفنا كيف ممكن أرسم أعمل آلة حاسبة رسامة أو ممكن كيف ممكن أرسم من خلال الكائن أكسس. بصفحة لمسات إبداعية هون حطيت بعض الأدوات. أول أداة اللي هي الـ GUI Layout Toolbox راح نشوفها بهي الأداة بالجزء الأخير بالأسبوع الخامس من الدورة، راح تسمح لي أني أتحكم بمرونة مع الواجهات، طبعا مع التصميم مع الواجهات اللي بتصمم برمجيا. الأداة تاب بانيل راح تسمح لي أنشئ عدة تابات، كمان راح نشوفها لاحقا بأمثلة راح نشوف كيف ممكن استخدمها. واللي بيحب يشوفها في شرح كامل للأداة بالملف المرفق مع الأداة. تمرير المعطيات إلى نافذة العمل، مثل ما ذكرنا الـ GUI بتعمل مع functions، الـ functions ما بتسمح بمشاركة التوابع. من خلال هذا الفيديو ممكن نتعلم كيف ممكن نشارك التوابع ما بين GUI الواجهة اللي عندي. بالأسبوع الثاني بلشنا بالأداة Guide، بيئة تطوير واجهات المستخدم الرسومية.
عرفنا أول شيء على خصائص البرمجة بالأداة جايد، شفنا شرحنا على الواجهة بشكل عام على كافة الخصائص، تعرفنا على كافة خصائص البرمجة بالأداة جايد، بعدين انتقلنا لبرمجة مكونات الواجهة. شفنا أول شيء أنواع الكائنات أو الكائنات المتاحة، شفنا كيف ممكن كل كائن برمجه، مثل مثلا دونجل بوتوم، بنلاحظ عندي if bottom state يعني حالة الدونجل بوتوم واحد يعني مضغوط الزر راح ينفذ عملية ما، عدا ذلك else if راح ينفذ هيكون صفر راح ينفذ هيكون عندي تنفيذ تاني. مثل ما بنلاحظ بأغلب الاستدعاءات عندي تابعين أساسيين، التابع get اللي راح يحصل على الخاصية، والتابع سيت اللي راح يضبط الخاصية. وتم شرح هدول آخر شيء أهم التعليمات، التابع get والتابع سيت والتابع global، وتم شرح التابع UI data. نحن هلأ تعرفنا بشكل نظري على كافة الخصائص تعرفنا بشكل نظري، هلا بجاوبك على سؤالك مشان السلايدر، بس ثواني بس. تعرفنا بشكل نظري على كافة الخصائص البرمجة الواجهات، على الاستدعاءات، على برمجة الكائنات، شفنا مجموعة من الأمثلة البسيطة بالمفاهيم العملية. خلونا هذا الأسبوع نوقف عن النظري، ننتقل نعمل مجموعة من المشاريع، نشوف كيف ممكن نتعامل مع الكائنات، وبعدين الأسبوع القادم ننتقل للبرمجة القوائم وأشرطة الأدوات وقيادة المعطيات والربط بين عدة واجهات. أيوة محمد تفضل، شو سؤالك مشان السلايدر؟ لاحظ لو ضغطت على خصائص السلايدر عندي 3 خصائص، الماكس والمينيموم والستيب، تمام، والسلايدر ستيب اكس واي. الماكس اللي هي اكبر قيمة، والمينيموم اللي هي اصغر قيمة، ومن خلال السلايدر ستيب ممكن حدد الخطوة. لا بالنسبة تمام، المصفوفة اللي راح يتعامل معها هي مصفوفة من قيمتين، ما راح اشرح لك اياها بشكل نظري، بشكل عملي ممكن تتوضح اكثر، انه بشكل نظري ما راح تكون واضحة. لاحظ لو شغلت الواجهة
بصراحة البرنامج اللي كنت عامله ما قدرت اضمن، يعني ما قدرت اطلع عليه، فإذا بتحب تفتح تشاركنا إذا عندك سرعة انترنت أعلى من 512 بتحب تفتح لنا الشاشة عندك، ممكن اطلع على برنامجك. طيب ما في مشكلة، هلا بعد الدرس نتناقش بالموضوع بإذن الله. طيب خلونا نرتاح شوي، هلا نوقف شوي ونحاول جمعوا أفكاركم، شوفوا شو عندكم أسئلة، وبنرجع بعد ساعة بإذن الله بننتقل للجزء العملي، بناخد أمثلة عملية. شوفوا إذا في عندكم أي أمثلة عملية بحابين ننفذها ممكن نساويها، يعني حابين عندكم شيء محدد ممكن نتعلم عليه ممكن نشوفه بشكل عملي.